السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كوكين ويت سهام. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وبصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طورته التفاح بمذاق الليمون او الحامض، تجي رائعه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتتبعوه للاخير، وما تنساوش لي لايك وشيرك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد في القناه. وخليكم مع المكونات. بسم الله على بركة الله. تنحتاج قشور الحامض او الليمون، عندي هنا جوج حامضات حكيتهم، ثلاثة المعالق كبارين ديال السكر الاسمر، 125 غرام ديال السكر حبيبات، ثلاثة البيضات، كأس ديال الحليب ما يعادل 150 مللي، عندي كأس ديال زيت المائدة ما يعادل 100 مللي، أربعة تفاحات متوسطي الحجم، 250 غرام ديال الدقيق الأبيض، خنيشة ديال الفاني ديال 7 غرام، وعندي خنيشة ديال خميرة الحلويات. في بول تناخدو تنوضعو فيه البيض كما ذكرت لكم، ثلاثة البيضات، تنطربوهم بالطرب الكهربائي، ممكن تستعملوا غير الطرب اليدوي. من بعد غادي نضيف لهم الزيت، غادي نضيف قبيصة الملحة ما ذكرتهاش في الاول، والسكر حبيبات سكر سنيدة، غادي نطرب الكل جيدا. نضيف كاس ديال الحليب، ونضيف قشور ديال الحامض او الليمون. بالنسبه لقشور الحامض تعطي مذاق رائع للطورته ديالنا وتتجانس مزيان مع التفاح. غنستمر نضيف الدقيق تدريجيا، نبقى نضيف ونطرب في نفس الوقت. الان غادي نضيف خنيشه ديال الفاني ما يعادل 7 غرام، وخنيشه ديال خميره الحلويات كيف ما وريتكم في الصوره 15 غرام. اللي ما عندوش هذه الفا 15 غرام يستعمل جوج ديال خميره الحلوى الحمرين. غادي نستمر في التطراب. كيف ما تلاحظوا انا خدت ليا 250 غرام كيف ما ذكرت لكم ديال الدقيق، ما زدت عليها والو. هذا هو الخليط ديالنا. الان غادي نمروا باش نوضعوه في المول. هنا البنات خديت المول، دهنته من الجانب ودرشيته بشويه الدقيق، ودرت له ورق الفرن في الوسط. غادي نخوي الخليط ديالي كيف ما تلاحظوا. خديت التفاح من بعد ما نقيته وقطعته مكعبات صغارين، غادي نضيفو الخليط ديالي من الفوق كيف ما تلاحظوا. وغادي نضيف عليه السكر الاسمر، ثلاثة المعالق كبارين اللي ذكرت لكم في المكونات في الاول، غادي نضيفو من الفوق. الدور ديال السكر الاسمر تعطي القرمشه للكيك ديالنا، وتيجي تفاح معسل تعطيه مذاق رائع. نتمنى انكم تجربوا هاد الكيك هذا. بالنسبه للفرن، انا شعلت الفران الفوق والتحت على درجه حراره 180 درجه،
وتبقى على حساب كل واحد والفران ديالو. هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران. كيف ما تتلاحظوا القرمشه اللي كاينه الفوق ديال السكر اللي ضفنا. وهنا درت تجربه ديال العود، تديروه تدخلوه في الوسط باش تعرفوا الكيك ديالكم واش طاب ولا مازال. هاد الطريقه راه كلشي تعرفها. هنا غادي نمروا باش نقدموا الكيك ديالنا. هنا راه باقي سخون، غادي نقدمه في طبق التقديم. كيف ما تتلاحظوا غادي نزينه بسكر ثقيل، ممكن تخليه غير هكا، ممكن تزينه بسكر ثقيل كما درت انايا، تبقى اختياري على حسابكم. وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا النهائي بعد ما زيناه. نتمنى انكم تجربوه وثقوا بيا، الا جربتوه راه ما تندموش عليه. هذا تبقى اقتراح الميريندا او الفطور. غادي نقطع معاكم باش تشوفوا كي تجي من الداخل. هذا هو الشكل ديال التورته ديالنا كي تجي من الداخل، تجي هشيشه ومقرمشه من الفوق. نتمنى اقتراح اليوم يعجبكم، وتبقى اقتراح بسيط وسريع وفي نفس الوقت تجي رائعه ولذيذه، تبقى اقتراح الميريندا او كاسكروت. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هذه وتكتبوا لي في التعاليق، وما تنسونيش التعليق ديالكم محفزه. وتنشكركم من القلب، شكرا لكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. وخليت لكم رحمه الله.